نحن سعداء بتشريفكم أساتذتي زملائي أبنائي التلاميذ. أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم. فلا يخفى علينا مجد وعراقة لهذه المؤسسة وما حققت من إبداعات، وما ذاك إلا ناجم عن جهود جبارة ربما تعرفون أسبابها أكثر مني. أقرأ وكشتي وعروفي نشكر من كان ساعدا وذراعا لا يكل وراء هذه الإنجازات، وكل من عمل ويعمل خلف كواليس التأهيل والتنمية بكل عناوين المحبة والإخاء. واليوم يوم الجمعة، وبكل حضور نتعطر سرورا وفرحا لهذا الحضور. تتسابق الكلمات لتفرج لكم سطور الترحيب. اهلا ببارك تواجدك الباسي ايها المتحدث بلغه الضاد. ننتظر من خلالها روح الملل مرحبا بك بين سرور الابداع وشهد المحبه. اتمنى لك الامامه الالفه. شكرا.